السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو مع الفيديو أتحدث وتحس بالسعادة لأن الفيديو لو تشتركوا في القناة نصف كده تميد مشترك وضغط لايك على نصف كده أبرا عن ملاك أفضل من الفيديو. أنا مش هاد أسانسير من الكهرباء ومعنى عن التكاشي بنزل إزاي؟ واو بنزلوا من فوق وتحت ده كلهم نفس النوع. دي آلة بتعمل على بتاع بتحط الحاجات من ورا التاني. دي نظام زي بتطبع الصحون او كده بتاع شكل دايرة او شكل حلزون. دي بحط التليفون مفيش حاجة واحدة. دي تليفون هواء مفيش حاجة واحدة. واو بحط ليه من ورا يروح الشحن بيتشحن عليه. دي آلة حادة بيشيل بيها الحاجة حاجة رقيقة عشان يشيلها. بتلاقي مادة لزجة او اي حاجة ثم تلاقيها مادة لزجة. دي بننضف المكنسة بتنضف واشوفها القديمة دلوقتي الجديدة نفسها عاملة ازاي. واو دي كورة كوتشينة واسرحها عاملة ازاي. مرة روعة حلو. دي تكتب بالليزر او بتاع تكتب ارقام تكتب حروف وارقام. دي بقى ورق الوان زي الواحدة راح كله لازم معايا. بص الالوان كلها دي بص دي نفس زي الاولى. دي بص برضه بيعمل بيديه راح كله طالع. واو مرة رابعة واحد عايز واحدة زي دي بيشيل الاسمين الخطأ يكون جاي متغلف او شيل التغليف اللي عليه. دي بتاع في البحر الألعاب المائية. عارف المركب هو سايبه على المية ده هو دي بيعمل ضغط لفوق. دي زي لون أسمر وزي الحبر برضه الحبر. دي منتجات لعام معروف العدد بتاعها اللي بتنزل فيها. تقنيات بعمل دي كراتين بتتغلف لسه بقى تروح المصانع وبتغلف فيها. دي ورق بص اكتب بص زي برضو ولا تلاقيه بص مع الانجل وبص مع الخشب ده ولا ايه. دي كان تاكسي. كان تاكسي نموت كان في المطارات نموت طريق تاكسي ولا ايه. دي بتاع اللعبة دي تلاقي آلية بتاعنا 4 ثواني. دي بنغلف شنط السفر بنغلفها. مش عارف مش يفتحها ولا يعمل اي حاجة. دي بتعمل شكل ارضية في الارض دي بقى اللي فوق في السقف المعلق او الجبسون بورد. دي بيشيل بقى اللون الذهبي بيشيله. دي اقلام رصاص او العاب مائية. دي لسه بقى تتغلق تتحط في قارتين تتغلق على فوق. دي برضه حاجة صفرة نظام زي ورق في شريط لفه على بتاع هيلفه على بقى هيلفه بعد كده يروح هيغلف في الباب دي بيض شايل بتاع الواو حط مادة عند الواو حط أخضر وأصفر وأحمر. ودي كور تنس صغيرة دي. دي مهزك دي بقى بتعمل بيحط اسمه بتاع بيلف ويجيب آلات حادة ويرسم عليها. دي شكل بتاعت الورق ديت